ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا علي من سورابايا إندونيسيا. هذه هي جمعية أهلية لحضارم إندونيسيا، هم نسبهم من حضرمي. هذا أخي اسمه فوزي حضرمي، كل حضارم هذا كله وجه الحضارم في إندونيسيا، في سورابايا إندونيسيا، في منطقة خاصة بالحضارم هي منطقة أمبل، يسمى بمنطقة أمبل في شمال سورابايا. هذا ولدي حضارم التميمي إن شاء الله. هذه جمعية عائلية في بيتنا في منطقة أمبل سورابايا. فاتي شكرا إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.